البداية مع آخر تطورات مشاورات السويد، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن توصل وفدي المفاوضات في مشاورات السلام اليمنية إلى اتفاق بشأن ميناء الحديدة. وأكد غوتيريس في ختام مشاورات السلام اليمنية بمدينة ريمبو بالعاصمة السويدية ستوكهولم أن طرفي النزاع توصلا أيضا إلى تفاهمات للتخفيف من حدة التوتر بتعز، مشيرا إلى أنه تم التوافق على وضع إطار لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه والاتفاق على جولة جديدة من النقاش في يناير المقبل. وكان وفد المفاوضات من ميليشيا الحوثيين الانقلابية والحكومة الشرعية قد تبادلا أمس قوائم بأسماء الأسرى في إطار صفقة لتبادل الأسرى تم التوقيع عليها قبل بدء هذه المفاوضات. ولمزيد من التفاصيل وتسليط الضوء أكثر على أهم ما توصل إليه المشاركون في مشاورات السويد، ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي أحمد عائض. أهلا وسهلا بك بداية سيد أحمد، وأريد أن أسألك في البداية عن لماذا اقتصرت معظم الملفات التي تم نقاشها على الملف الإنساني فقط؟ طبعا حتى الموضوع الذي اعلن عنه اليوم في بالوصول الى 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 توافق او شبه توافق، هناك حديث خرجت يعني قبيل الساعات الاخيره من الاعلان الذي تم الاتفاق عليه ان ثمة ملاحظات لدى الحوثيين وثمة ما يعزز الاعلان الذي تم الاعلان عنه قبل ساعات ربما لن يرى النور. طيب ما هي ملاحظات الحوثيين؟ ما دام وتطرقت الى هذه المساله عن الاعلان الذي تم قبل يعني قبل قليل، نريد ان نعرف ما هي ملاحظات الحوثيين على هذه الملفات والتي لم يوقعوا عليها. معترضون الموافقه على الرحلات الداخليه صدتهم يسعون الى ان يفتح مطار صنعاء الدولي الى العالم الخارجي وان تاتي الرحلات في كل مكان على سابق عهده، ان يكون هو المكان الرئيسي للرحلات الدوليه دون ان يخضعوا للتفتيش. هناك اوليه وسبق ان تم موافقه يوم امس على ان تكون الرحلات تتجه من صنعاء الى عدن سلسيون، ثم تكون هناك مراجعه لقوائم الاسماء، واتفقوا على وجود شركه خاصه تعمل على التفتيش ستكون في العاصمه صنعاء حتى واخرى في عدن او في سيئون بشكل عام، تبقى مراجعه دوائم المسافرين لا غير. لكن يبدو ان ثمه طرف خارجي يعني احدث يعني بعض الاصوات داخل الوفد الحوثي عن على يبدو ان هناك لملمه. الطرف الخارجي من تقصد به سيد احمد؟ هل تقصد ايران؟ بالمقبل الحوثيه أنا أتوقع أن اليوم سيد أحمد انقطع الصوت عندما كنت تجيب على سؤالي، هل تقصد بأن الطرف الخارجي هو إيران؟ إيران هي دائما من يلعب وهي من الميليشيات الريموت كنترول. نعم وواكد لأنه حتى ما تم الاتفاق عليه خاصة أن شوطا كبيرا في موضوع الشان المعتقلين والاسرى، الا انني اؤكد لك ان غالبيه الكشوفات التي رفعها طابت 7000 اسم، هناك كم هائل بالالاف هم اموات. ولذلك سيتعمد الحوثيون عند البدء بالتنفيذ بالمطالب بهذه الاسماء رغم انهم جثث حامده ومتفحمه في الجبال والاوديه. هناك العشرات من الروايات التي تصلنا عندما يتم يعطي مطالبه تبادل الجثث، الحوثيون يقدمون اسماء 3 أو 4، فعندما يخبرهم ان هناك حوالي 25 او يقال وفلان وفلان، وهي عباره عن جثث لاشخاص معدودين او مكشوفين لاسر هاشميه، في حين يتم تجاهل بقية. طيب هل تعتقد سيد أحمد بالرغم من الضغوط الخارجية وزيارة وزير الخارجية البريطاني وقدوم الأمين العام للأمم المتحدة إلى هذه المشاورات بأن الحوثيين لن يلتزموا بهذه الاتفاقات التي سيوقعوا عليها ولن يلتزموا بالتوقيع على الملفات التي قد أبدوا مرونة في التوقيع عليها قبل بالأمس؟ يعني هم يمارسون التوقيع السياسي
أنا أؤكد لك أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعت في الكويت وغيرها وقبلها في أكثر من دولة لم يتم بأي نتيجة. طيب أريد أن أسألك آخر سؤال سيد أحمد، كيف تنظر لأداء الوفد الحكومي في هذه المشاورات؟ نحن نحيي الوفد الحكومي صراحة، يعني قام بواجب يشكرون عليه، وإن ثمت التنازلات التي قدمت في موضوع ميناء الحديدة تم الاتفاق المبالغ المالية إلى البنك المركزي الموجود في محافظة عدن، والبنك عدن يدار عن طريق بنك محافظة عدن. طبعا هذا لن يتم ولن يرى ان النور من الواقع، نحن نعرف ان الحوثيين مسيطرين يعني بالكامل، وعلى كل ان كان ثمة امل او نجاح سيكون في موضوع الاسرى او لا غير او بعض الرحلات الداخلية من والى اليمن. اشكرك على انضمامك معنا سيد احمد عائض المحلل السياسي.